الآن سنكون مع كلمة الرعاة، سوف يلقيها الدكتور عبدو الغني معزب مدير مستشفى المجد التخصصي، ومن ثم نبدأ مراسم التكريم. كل عام وانتم بخير جميعا، وجمعة مباركة مقدما، وحفظ الله اليمن أرضا وإنسانا باسم محافظته، باسم محافظته وباسم الوالد الكبير أبو السلام والتنمية والمحبة والإخاء اللواء عبد الواحد صلاح. نشكر الإخوة القادمين من صنعاء الفنانين مع راسهم الأستاذ القدير الأستاذ يحيى، وأخونا محمد الحميشي، والأخ حذيفة داوود، وكل الأحبة. الشكر الثاني نقدمه للإخوة الرعاة. نقول للإخوة الرعاة، أنتم أوجدتم الفرحة، والله عز وجل سيعوضكم المال الذي قدمتمه الريال بألف. لا يعني التصدق والإحسان كفالة يتيم أو بناء مسجد، لا، إدخال السرور على أخيك المسلم صدقة. فشكراً مستشفى المجد، شكراً يمن موبايل، شكراً مركز السادة لطب الأسنان، وكذلك شكراً لشركة راحة وعلى رأسها الشيخ الودود الخلوق زميل دربي وحبيب قلبي الأخ عبد القادر الجبري، له تحية لأنه هو من ساهم في جميع الأنشطة في هذه المحافظة. الفن وما أدراك ما الفن، شيء يدخل بينا بصورة مختصرة لأن الأمانة معيش وقت. الفن، كنا النظرة السابقة عن الفن كانوا يقولون الفن عفن، لكن للأمانة خذ قاعدة في الحياة، أنت مثل ما تسمع عني لماذا لا تسمع مني؟ فمن يحضر، من يعاشر، من يجلس يستمع للآخرين من خلال يقيم. لذا هذه شهادة اعتبر بها لنفسي، لأنني أنا أعتبر الفنانين بأنهم يؤدون رسالة إنسانية قيمية مهنية مثالية وطنية، فلهم منا كل الحب والتقدير وتصفيق أحرى لهم. أيضاً تصفيق حارة لكم ولكن أنتم وأنتن الجمهور الذي حرص على الحضور من البداية حتى النهاية، حتى كان مدة المهرجان حوالي أسبوع مدد إلى أسبوعين، فحضور الجمهور هو الذي يفرض على الآخرين أنهم يكتبوا أجمل ما عندهم. فلذلك نحن نحرص جميعاً، نقول الإخوة في مركز أو أسواق مول عسقي، والإخوة في راحة، والإخوة في يمن موبايل، والإخوة في مركز السادة وعلى رأسهم الدكتور الخلوق وهيب، نقول للجميع هذا المهرجان السياحي توب سينتظركم إثري أو الثالث. يجب إذا أحيانا الله عز وجل أن نتعاون وأن يكون للجميع لمسه، لأنه في النهاية نحن نمثل الوطن. يا إخوة أقول لكم حقيقة، أمنا تحملنا 9 أشهر، صح ولا مش صح؟ الوطن يحملنا الدهر كله، فلذا وطننا هو أغلى من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأغلى ما نملك هو وطننا. فلذلك لابد أن نضحي كل من يستطيع، كل من موقعه. لا تقول أنا لما يكون معي فلوس، لا، الكلمة الطيبة صدقة، إدخال السرور على أخيك الإنسان صدقة. فلذلك نحن نمد يدنا إلى أيدي الفنانين لنصنع فرحة اليمنيين في جميع المواقع. شكرا جزيلا لكل من حضر ولجميع الإخوة والأخوات، ولا أنسى في هذا المقام من كان سبب هذه الفرحة والاجتماع كله، وهو أنا أسميه إمبراطور المسرح التربوي، إنه أستاذ خالد البعداني، فتحية له من مستشفى المجد ومن قلبي، لأنه يعتبر أخلص إنسان. فلذلك عندما تكون إنسان ممتن للآخرين تشكر الآخرين، الآخرين سوف يقدمون. أما القليل يعطيك فلوس وأنت تنكر له، إنسان يعمل زعيم على صورة مرة ثانية شيء يدعمه. فلذلك يا إخوة، نحن حافظين الحديث، الكلمة الطيبة صدقة، لكن أقول لك عندما تتكلم عن أخيك، عندما تمدحه، عندما تشكره، هي كلمة بالمجان ولم تخسر فيها شيئا، لكنها عند الطرف الآخر تصنع المعجزات. فلا تبخلوا ولا تبخلن بابتسامتكم،
موفقين، جمعة مباركة، والسلام عليكم، أطلنا عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب، التعليق، مشاركتك مع الأصدقاء. لكي يصلك كل جديد اشترك الآن على قناتي في اليوتيوب المحترف إب. متابعة وتسجيل البرامج المهمة عبر القنوات الفضائية. لتسجيل ونسخ برنامجك اتصل بنا على الرقم التالي 00964704576، مندوب قناة اليمن الفضائية، قناة سبأ الفضائية. المحترف للإنتاج الإعلامي والتلفزيوني، العنوان اليمن، محافظة إب، المدينة القديم، الباب الكبير. للحجز تلفون 37045576، ثابت فتح الخط 04416448.